نقترحوا احنا انه قيس سعيد لا يختم هذا الدستور ولا يصدره بالرائد الرسمي لكي لا يفقد شرعيته تماما ولكي لا يعرض البلاد الى خطر الفراغ الدستوري في صورة ما تصير له حاجة قبل ما يعين المحكمة الدستورية، وندعوه مباشرة إلى التزام بأدبيات سيادة الشعب ومبدأ الأساسي لسيادة الشعب، وهو أن يقوم بانتخابات رئاسية سابقة الأوانها في أجل لا يتجاوز موفى سبتمبر، وهذا ممكن جدا إذا كان نتذكروا تجربة وفاة الباجي قائد السبسي في 25 جويلية 2019، وتم تنظيم انتخابات رئاسية في سبتمبر وانتخابات تشريعية في أكتوبر. إذا يعمل انتخابات رئاسية وفي انتظار ذلك لا يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ، وطبعا الانتخابات التشريعية نتمس بها، وأحنا معنيين بالدفاع عن حقوقنا وعن حظوظنا، ولن نقبل بأي مساس بالحظوظ أو الحقوق أو الإمكانية اللي باش تخلينا موجودين في المجلس النيابي بإرادة التوانسة. لن نقبل بأن تصادر إرادة التوانسة بموجب مراسيم مسقطة ومصاغة من طرف فردي وقيس سعيد. نقول له راه هذه المرة ستكون مختلفة جدا عن معارضتنا لمسار الدستور.